ويمكن ايضا اجتماع سياده الرئيس النهارده محطه بشتيل عشان اهالينا كمان في الصعيد اللي كانوا زعلانين لما كنا بنفكر في المحطه ونتكلم. ممكن تطمنهم النهارده حضرتك ويمكن نعرض لاول مره فيديو حصري عندنا عن هذه المحطه. اتفضل. والله والله يا استاذ احمد سياده الرئيس محطه بشتيل دي بالتحديد قايل لي كده الامر كده تكون محطه ذو تراث معماري متميز على مستوى عالمي. نخلي الناس اساسا اهالينا بتوع الصعيد هم اللي يجوا قدام المحطه يقولوا لنا لو سمحتوا افتحوا لنا المحطه دي. احنا هنعمل محطه نموذجيه طبعا شبك قطع تذاكر بكافتريات بمطاعم بجراج تحت الارض ده النموذج النموذج اللي قدامنا ده النموذج نموذج على الطراز الفرعوني يحاكي كل المعابد الفرعونيه بتاعتنا المنتشره في صعيد مصر. الطراز ده بيحاكي البلاد اللي احنا جايين منها بيحاكي بلدنا. ما رضناش نعمل حاجه بقى مودرن قوي وحاجات يعني الكوبوندي وكلادنج وازاز والكلام ده، لا احنا مصر دي بتقول احنا مصر. وان شاء الله باذن الله يبقى تبقى محطه، وبرده مش هنوقف القطر فيها الا لما اهالينا كل اهالينا من الصعيد هم اللي يجوا ويقفوا قدام المحطه، وان شاء الله ستك هتشوف وهيجوا ويقولوا لو سمحتوا افتحوا لنا المحطه دي. طيب ايه اللي تم لحد النهارده؟ احنا بنعرض اهو فيديو اللي تم لحد النهارده حضرتك. النفع ده النفع ده بيربط المحطه بتلعه الزمر والناحيه الثانيه بشارع بشارع السودان في المهندسين، والنفع الثالث بيربط مع شارع المطار ناحيه مطار امبابه. المحطه بتتربط بكل الشوارع المحيطه، بتتربط بمحطه المونريل اللي جنبها، جراج تحت الارض، اوتيل صغير كده لاهالينا من الصعيد اللي جايين مثلا. وانا شفت الكلام ده بنفسي، احنا بنعمل الكلام ده من واقع معاشتنا للناس واهالينا. دي السكه الحديد اللي بتتنشأ اللي حضرتك مطلعها دي. انا مثلا ركبت القطر في حد من اهالينا جاي من 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 اسوان، يمكن هو سامعني دلوقتي. انا مش هقول اسماء. مدرس اول لغه عربيه بيتعالج وربنا يشفيه من الكانسر في مستشفى معينه في الدقي. بيجي اخر النهار وبيروح العلاج ياخد الجلسه وعايز ليله يباتها، بيخلص 9 بالليل. القطر بتاع اسوان تاني يوم الصبح الساعه 7، طب هيروح فين؟ الراجل قال لي بالظبط انا قعدت على الكرسي ليله طول الليل. ده ما ينفعش، ما ينفعش النهارده حد من اهالينا يحصل فيه كده. هنعمل فندق صغير اربع نجوم، مش عالي قوي عشان يبقى برضه يعني ايجاره على قد اهالينا اللي عايزين ينزل ليله او ليلتين في هذه المنطقه. هنعمل 28 عماره سكنيه. هنعمل مول كبير، يعني في منطقه هتبقى منطقه تجاريه سكنيه خدميه، جراج متعدد، ورشتين، ورشه للجرات ورشه العربيات. هيبقى مجمع هايل ان شاء الله باذن الله. هينتهي زي ما وعدت سياده الرئيس في نهايه 22، مش في نهايه 21، ده في نهايه 22. لان المشروع مشروع كبير زي ما حضرتك شايف كده. مشروع بيتعمل على احدث طراز معماري. جراج تحت الارض اهو حضرتك اللي انت حضرتك بتعرض ده. كل واحد عايز يسافر يجي يركن عربيته تحت الجراج يتفضل باجره زهيده جدا، مع تكاد تكون مع التذكره. يركب ينزل يقضي المشوار بتاعه في الصعيد او هو لو جاي القاهره ويرجع تاني يركب القطر بتاعه ويتكل على الله. طيب. يعني ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه منوره، حاجه جميله. هنخلي اهالينا بتوع الصعيد يقولوا لا احنا اللي مش عايزين نوقف القطر في رمسيس، عايزين ننزل في بشتيل. طيب لو احنا بنتكلم على اهالينا في الصعيد اللي جايين هنا يتحرك للقاهره ازاي؟ عايز يروح شرق القاهره، غرب القاهره، وسط، حركه هنا مرتبطه بايه المحطه؟ مرتبطه بالمونوريل. حضرتك شايف ده رايح على ميدان اللبناني المهندسين اهو. ده في المونوريل اللي جاي من اكتوبر، حضرتك كنت بتعرضه من 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 اسبوعين. وممكن يكون مع حضرتك دلوقتي. المونوريل جاي ماشي في محور 26 يوليو اللي جاي من تحت ده ومكمل على ميدان لبنان في المهندسين. الناحيه الثانيه في شارع المطار. هنا في اتوبيس تردودي اللي تحت طلعة الزمر في اتوبيس تردودي. مربوطه المحطه بكل وسائل المواصلات اللي ممكن توديك اي مكان في القاهره. القطر نفسه اللي رايح رمسيس هيقف هنا وهيكمل على رمسيس. القطر اللي رايح اسكندريه هيقف هنا وهيكمل على اسكندريه. كل الاتجاهات اللي عايزين نخدمها مخدومه في محطه بشتيل. اذا هنا مش هيبقى عنده مشكله لاي حد جاي يتحرك لاي منطقه من في القاهره. ده انا قبل كده قلت مع حضرتك ان اهالينا اللي في الصعيد هياخد تذكره لو جاي من اسوان. وعايز ياخد تذكره من المونوريل وهو في اسوان عشان يركب ينزل ياخد المونوريل ويروح استاد القاهره، او ينزل من استاد القاهره يروح العاصمه الاداريه الجديده، هيلاقي تذكره تنزله من في استاد القاهره
ياخد الخط الثالث ياخد ال ار تي على تذكره واحده يروح لحد العاصمه الاداريه الجديده. جاي من اسوان عارف انه هيطلع لحد العاصمه الاداريه الجديده وسائل مواصلاته والنقل الجماعي الفاخر ميسر وموجود تامنه لحد ما يوصل لمكان العاصمه الاداريه الجديده. في العوده نفس الكلام، افتتاح محطه قطارات الصعيد ديسمبر 22 ديسمبر 22 ان شاء الله باذن الله. النهارده سياده الرئيس ده